الاستهلاك هو الوظيفة الثانية من وظائف النظام البيئي، وهذا أخذناه بالتفاصيل في المحاضرة الأولى في مكونات النظام البيئي. ونركز بهذه المحاضرة على الوظيفة الثالثة اللي هي وظيفة التحلل. هذه وظيفة بغاية الأهمية، فنقول أن التحلل هو العملية اللي من خلالها المواد العضوية المعقدة يتم تحطيمها إلى مواد لا عضوية بسيطة، واللي بالإمكان أن تستثمرها هذه المواد اللا عضوية كان again be utilized، يمكن استخدامها مرة أخرى من قبل النباتات لغرض نمو جديد. وهذه العملية هي أيضا it's also the process، أيضا العملية اللي من خلالها البكتيريا والفطريات تحصل بها على الطاقة والمغذيات الخاصة بها. وبالحقيقة عملية التحلل في صورتها الأساسية هي نفسها تماما عملية التنفس، بحيث لهم نفس المعادلة بعدين راح نشوف. والمبدأ هذا ليش؟ لأنه التنفس في كل الكائنات الحية هو العملية اللي من خلالها إنه المواد العضوية الأورجانيك كومباوندز المركبات العضوية بالإمكان أكسدتها أو يتم أكسدتها لغرض واحد، وهو إنتاج الطاقة، وتطلع النواتج العرضية اللي هي ثاني أكسيد الكربون والمايكا نواتج عرضية من خلال عملية التنفس. ما يحصل عندنا بالتنفس الهوائي aerobic respiration هو بصورة أساسية عملية أكسدة. ليش؟ لأنه راح تضم وهي معاكسة تماما لعملية البناء الضوئي، وهذه المعادلة اللي توصف التنفس، وبالحقيقة هي نفسها المعادلة اللي توصف التحلل، فماكو أي فرق على الإطلاق ما بين الوظيفتين ذول اثنيناتهم. عندك بالتنفس سكر الجلوكوز يتم أكسدته هوائيا بالأكسجين، والنواتج راح تكون ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة، واللي هي الهدف الأساسي من عملية التنفس في كل الكائنات الحية هو الحصول على الطاقة لغرض تمويل الأيض. نفس العملية تماما تحصل بالبيئة، اللي هو سكر الجلوكوز يتم حرقه بالأكسجين، راح تطلع نواتج ثاني أكسيد الكربون وماء وتطلع أيضا طاقة. هاي الطاقة راح تأخذها هي هاي هدف الأحياء المشهرية من تقوم بعملية تحلل، أن تحصل على هاي الطاقة ولنفس الأغراض للكائنات الأخرى أيضا حتى تمول الأيض ما لتها. هنالك إنه الفرق ما بين عملية التحلل والتنفس إنه هاي العملية اللي هي التنفس تحصل بالكائنات بالخلايا الحية بدون تدخل الأحياء المشرية، بدون الحاجة للأحياء المشرية، بينما تحصل بالبيئة بالإيكو سيستمز بوجود الأحياء المشرية حتى تتم العملية. التشابه موجود إلى حد كلش كبير، مثل ما عندنا تنفس لا هوائي أيضا عندنا تحلل لا هوائي. وكل ما هنالك التنفس اللاهوائي هذا يحصل في بعض الخلايا الحية بدون تدخل بكتيري، هذا يحصل للمواد العضوية الميتة ويحصل بالإيكو سيستمز ويحصل بفعل الكائنات الأحياء المشرية والبكتيريا بالذات. نشير إلى أنه التنفس اللاهوائي هو يعني كتعريف يتضمن تحطيم السكريات البسيطة simple sugars إلى ترايوز فوسفيت وإلى بيروفيك أسيد حامض بيروفيك وإلى كحول أثيلي وإلى بالنهاية إلى حامض خليك وماء مع تحرير الأكسجين. المواد العضوية مختلفة في سرعة تحللها. بعض المواد العضوية مثل السكريات والدهون والبروتينات هذه تتحلل بسرعة بعدد من المراحل، بينما بعض المواد الأخرى وبالذات السليلوز واللجنين والشعر والعظام التحلل مالتها يكون كلش بطيء. بين المواد اللي هي بطيئة التحلل وصعبة التحلل هو التحلل مالت السليلوز in particular. هذا بالحقيقة يعتبر عامل محدد لبعض النظم البيئية، ونقول عامل محدد هو راح يحد من وظيفة الإنتاج، لأن العناصر الموجودة بالسليلوز هذه ما راح تتحطم بسهولة وراح تبقى مغيدة به وما راح توصل للنظام البيئي حتى تدور بالنظام، والسبب إنه هذه عبارة عن سكريات متعددة، والسليلوز هو عبارة عن سكريات متعددة، والسليلوز يشكل الجزء الأساسي من جدار الخلايا النباتية، ومعروف عن السليلوز أنه التحلل مالته بطيء جدا. يقال عن الأحياء المحللة أنه هي highly abundant بالnatural ecosystem. هذا الحكي ما قلنا على الكونسيومرز ولا قلنا على البروديوسرز، قلنا فقط على ذولا. للحد اللي صور هذه حقيقة أنه 1 غرام من التربة ربما تحتوي على بحدود 1 مليار خلية من البكتيريا، 5 ملايين خلية من الفطريات، 5 ملايين من الفطريات،
ونصف مليون من الأحياء الابتدائية اللي هي البروتوزوا اللي هي الحيوانات الابتدائية هذه، وربع مليون من الأحياء المجهرية الأخرى في 1 غرام من التربة. السؤال المهم هنا، ليش قال على الأحياء المجهرية أنه هي highly abundant؟ وليش هي فعلا تكون highly abundant؟ ليش مو البروديوسرز؟ ليش مو الكونسيومرز؟ لأنه التحلل عملية ضخمة ومطلوب أنه كل المادة العضوية الموجودة بالإيكوسيستم ترجع تصير لا عضوية حتى تدور مرة أخرى بالنظام. إذا تتذكرون بموضوع الإنتاجية، قلنا أنه الإنتاج الصافي يمثل 20-30% من الإجمالي، والسبعين إلى 80% اللي راحت هي راحت بالتنفس. هنا تقدر تقول نفس الكلام، بما أنه التنفس ونفس التحلل وشفناه ضخم بالأحياء، إذن لابد أن يكون التحلل أيضا ضخم بالبيئة ويأخذ هذه القيم العالية من الطاقة. أغلب الطاقة تروح وين؟ تروح بعملية التنفس مالت الأحياء المجهرية. هنا نريد نقول أنه ماكو، لا يوجد سينجل تايب مال بكتيريا او فنجس لوحده، يعني واحد من الاحياء المجهريه يكون مسؤول عن المدى الكامل من التحلل، ياخذ الماده من هي سكر، ماكو هيجي شيء الى ثاني اكسيد الكربون ومي، وانما عاده يشتغل بصيغه الفريق. احسن مثال على هذا هو الديكومبوزيشن مالت الحليب. احنا اذا نترك الحليب بالمطبخ بدون استخدام مفتوح هالشكل، فراح تشوف هسه بهذا الشكل، راح يوضح لنا هاي العمليه. عندك هذا الشكل بيه 3 احداثيات، هنا هذا يمثل اعداد الاحياء المجهريه، وهذا الزمن اللي راح يتعرض تمر به العمليه، وهذا هو الاس الهيدروجيني او الداله الهيدروجيني للحليب اللي مالتك انت تاركه في درجه حراره الغرفه at room temperature. فاللي راح يصير انه بالبدايه لما تكون الاس الهيدروجينيه طبيعيه ما عندك اي نمو بكتيري، ولكن بعد مرور زمن راح تبدا البكتيريا تهاجم هذا الحليب، واول من راح اعداده تكون كلش عاليه تصير من الصفر تنطلق الى اعداد كلش ضخمه، هي بكتيريا تدعى بستريبتوكوكس لاكتوس اللي راح تشتغل على اللاكتوز اللي موجود في الحليب وتحوله الى لاكتيك اسيد، اللي هو بمعنى اخر راح يتحول الوسط عندك يصير حامضي. من يصير الوسط حامضي بعد خلص هاي البكتيريا اعدادها لازم تنهار، بعد ما راح تقدر تقاوم، ولابد وان تستبدل بكائن حي مجهري اخر اللي هو اللاكتوباسيلاي اللي ينتعش في الظروف الحامضيه. بس حتى هذه البكتيريا من تصير الاس الهيدروجينيه متطرفه وتوصل قريبه لـ3، حتى هذه بعد ما تقدر تستمر بصوره طبيعيه، ولابد ايضا ان تنهار اعدادها وتنتهي وتستبدل بمجموعه ثالثه اللي هي الفطريات، وبالذات الخمائر، مجاميع من الخمائر هذه تنتعش بالأوساط الحامضية المتطرفة العالية الحموضة، فراح نشوف أعدادها تنطلق من الصفر وتوصل إلى أعلى ما يمكن. خلاص هسه هذه راح تشتغل على اللاكتيك أسيد، ومن ينضب هذا اللاكتيك أسيد وينتهي خلاص هي لازم تنتهي، لأنه هذا راح يتحول بالكامل إلى ثاني أكسيد كربون وماي، ومن نوصل إلى ثاني أكسيد كربون وماي أعداد هاي الخمائر تنتهي وتروح بالكامل. لازم ننتبه انه الحليب هو ما بي لاكتوز في السكريات فقط، وانما بي ايضا الماده الاساسيه اللي الناس تشرب الحليب على اساسها وهو البروتينات، فلابد من وجود كائنات حيه مجهريه تساعد على تحويل النيتروجين العضوي الموجود بالبروتينات بالحوامض الامينيه وتوديه تسوي لنا اياه بالنهايه الى مواد نيتروجينيه لا عضويه، نواتج تحلل. هذه البكتيريا المسؤوله عن هذه العمليه هي بكتيريا السيدوموناس، هذه بكتيريا متخصصه بعمليه تحويل نيتروجين عضوي الى نيتروجين لا عضوي. اذا خلاص انتهينا من عمليه تحلل الحليب بمساعده 4 مجاميع مجهريه، هذه 1، هذه 2، هذه 3، وهذه 4، ويكون كل السكر تحول إلى ثاني أكسيد كربون وماي، وكل البروتينات تحولت إلى أمونيا ونتريت ونترات، وانتهت عملية التحلل. إذن خلاص، إذن عملية تحلل الحليب عبارة عن فريق متكامل. هذا الشرح مال عملية تحلل الحليب درجة حرارة الغرفة. تبقى هناك another important function للديكومبوزرز. إذن هناك وظيفة أخرى للأحياء المحللة عدا أنه هي تحول لنا المواد العضوية وتسوي لنا إياها عضوية وتكسب هي الطاقة لغرض النمو مالتها. هذه الوظيفة الجديدة هي البرودكشن أوف ميتابوليك برودكتس. إذا شنو الوظيفة الإضافية اللي هي للحياة المشرية تم اكتشافها؟ أنه إلها بإمكانها أن تنتج مواد أيضية،
وهذه المواد الأيضية لها فعل منظم على الأحياء المجرية الأخرى، وتم تسميتها بالإكتوكراينز أو الإنبارمنتال هرمونز اللي هي الهرمونات الخارجية أو الهرمونات البيئية. إذن كوظيفة هو إنتاج هذه المواد الأيضية الفعالة، وكتعريف هذه المواد هي بالحقيقة are chemical substances، مواد كيميائية يتم إنتاجها من قبل أحد المجاميع المجهرية، وإلها فعل منظم وجهاب regulatory influence على الأحياء الأخرى بالبيئة. وكمثال الفطر اللي هو بنسلينيوم وجد بالصدفة من قبل العالم اللي هو ألكسندر فليمنج بال 1928، أنه وجد بالصدفة هذه الحقيقة، واللي هي على أثرها تم اعتبار اكتشاف هاي المادة اللي هي مادة البنسلين، سميت بنسلين تبعا للفطر اللي اسمه بنسلينيوم. هذه المادة اعتبروها أعظم إنجاز بالقرن العشرين، فوجد أنه هذا الفطر يطلق مادة إلى البيئة مالته أو للمحيط اللي هو موجود به، وهاي المادة تعيق النمو البكتيري. نقول أعظم اكتشاف لأنه من ذاك التاريخ بدأ عصر المضادات الحيوية، وبدأ العصر اللي ممكن أنه البشر يتشافى على أثر الالتهابات اللي يتعرض لها، فذاك الزمن اعتبر ثورة أنه اكتشاف مادة البنسلين. هنا نقول ذي، ويقصد بالذي هي الإكتوكراينز، هذه الهرمونات الخارجية، هي بالحقيقة هي مو مواد خاصة بالديكمبوزرز، وجد بعدين أنه هي وجد أنه هي أيضا ممكن إطلاقها من قبل النباتات الراقية، وحتى الحيوانات ممكن أن تنتجها، وريليز هاي السبستانسز اللي هي إلها فعل منظم على الأحياء الأخرى. ولكن تبقى الحقيقة الأساسية أنه بات، هذا كلش مهم، الديكمبوزرز are the more important source of sources of ectocrines. هنا المقصود بالسطر هذا الأخير أنه الأحياء المجهرية تبقى هي المصدر الأساسي للمضادات الحيوية، والأحياء المجهرية بحالة بالحقيقة هي البكتيريا كلها، الفطريات كلها، وحتى الطحال.